السلام عليكم وتحية طيبة لكل متتبعي القناة. سعيد بالتواصل معكم مرة أخرى. اليوم إن شاء الله غنتكلم على واحد الموضوع اللي هو موضوع اجتماعي، يعني من الملاحظات التي يعني لاحظتها في السنوات الأخيرة ظاهرة التسول أو ما يعرف عندنا احنا في المغرب بالطلبة أو السعاية. وأظن أن كل المهاجرين أو المقيمين بالخارج ملي كيمشيو للمغرب كيلاحظوا ان هناك تزايد في اعداد المتسولين، خصوصا في هذه السنه الاخيره بعد كورونا. اصبحت هذه الظاهره متفشيه وفي احيان كثيره يعني مثيره للازعاج والقلق وفي نفس الوقت للتساؤل. هذه الظاهره الاجتماعيه اللي غنحاول ان نطرق لبعض المعالم ديالها بمقارنه مع التسول هنا في اوروبا. التسول هو ظاهرة عالمية كي نكونوا واضحين، لا يخص المغرب وإنما هي ظاهرة موجودة في كل أنحاء العالم ولكن بدرجات متفاوتة. ظاهرة التسول في المغرب اللي كيلاحظها كيف ذكرت الإنسان اللي كيغيب على المغرب واحد مدة معينة وكيجي يزورو كيحس بأن فعلا هذه الظاهرة يعني مثيرة للقلق وللتساؤل، بينما الناس المقيمين داخل المغرب ربما تعايشوا مع هذا الوضع وأصبح هذا التسول يؤتت هذاك الفضاء اليومي ديالهم. تسول، جريمة، تلوث الضجيج، يعني الضجيج بواحد الشكل كبير أيضا، فالناس تعايشت مع هذا الأمر. غير نفتح هنا قوس ونسد هذا القوس، وأن وهذه ربما غيشطرني في واحد مجموعة ديال الناس مقيمين في الخارج أو عايشين لسنوات في الخارج، وهذيك الليلة الأولى اللي كترجع للمغرب كتلقى صعوبة في النوم بسبب الضجيج، ولكن بعدها كتأقلم مع الوضع. وهذه المسألة ديال الضجيج كيعيشوه وكيعانيو منه خصوصا الناس المهاجرين اللي كينحضروا المناطق الشعبية في المغرب. غادي نرجع للموضوع اللي هو التسول. التسول هو ظاهرة حسب الإحصائيات ديال وزارة التضامن والأسرة. ما غاديش نعلق على كيفاش وصلوا لهذه الاحصائيات ولا كيف هي المعايير التي اعتمدت في هذه الاستطلاعات. قالوا في 2016 بان عدد المتسولين في المغرب يقارب 200,000 متسول في المغرب يمارسون التسول. وهذا التسول حسب الملاحظ انه يمارس بطرق مختلفه، وعندنا الشعور والاحساس كمواطنين ان هذا التسول ولا مهنه ولا حرفه لواحد العدد ديال الناس، ولات في اساليب مختلفه متباينه متنوعه من ادعاء الاعاقه، ادعاء المرض الى اخره. خصوصا ايضا الاحتيال وانتحال صفه ديال شعوب اخرى. لاحظنا في المغرب واحد العدد ديال المغاربه اللي ولاو كيمتهنوا، وانا كنت واحد من الضحايا ديالهم اللي كان اللي ولاو كيمتهنوا التسول باسم السوريين. كيجي عندك مغربي او مغربيه كيقول لك انا سوري لاجئ الى اخره، كيهضر لك بالسورية، فانت يعني لا تمعن ولا يعني تقف عنده ولا تساله ولا تستجوبه، وانما يعني بسرعه كتعاطف مع هذا الشعب اللي كيعيش واحد الظروف صعبه والعالم كله يعلم هذا الامر. هذا انتحار الصفه ديال السوريين في التسول في المغرب هي ايضا كانت من الاساليب المستحدثه لاستعطاف المساعدات ديال المواطنين. هذه الظاهره عندها واحد مجموعه ديال سلبيات كثيره. اولا تؤثر على صوره البلد، ثانيا تضع ثقه المواطن في خطر، لان بطبيعه الحال احنا مغاربه والاعتبارات الدينيه والاجتماعيه دائما نميل الى المساعده وتقديم المساعده، سواء كانت صدقه سواء كانت هبه سواء كانت دعم الى اخره، لكل محتاج ولكل سائل. لكن هناك واحد مجموعة الناس اللي ولاو كيستغلوا خصوصا المشاعر الدينية من أجل الكسب وعدم العمل، وهذا مشكل عنده
خلفيات وتبعات اقتصادية كبيرة على المجتمع المغربي، ويشكل خطر داهم. لأن ملي كتشوف شباب عندهم 20 سنة أو في 30 سنة أو ما شاء الله كيكون في صحة جيدة وقوية، كيجي يطلبك في واحد المنطقة ويستعطف من أجل أن تساعده، فهذا ماذا تنتظر من هذا الشخص؟ هذا اللي غادي يخلف أجيال أخرى، ماذا ستنتظر منه؟ لأن هذه فعلا واحد النقاش لازم يفتح، ويفتح يعني بوضوح وبدون تحفظ. وفعلا ما دام أن هذا واقع موجود لازم أن نجد له حل، لأنه لم متفشي بشكل خطير ومهول. لأن ماشي العيب أن الإنسان يطلب المساعدة، ولكن على ما أظن من خلال التجربة المتواضعة من يستحقون المساعدة وما في الغالب لا يطلبونها، بينما الناس الذين يستحقون هذه المساعدة هم الذين يسعون إليها. الكل تبع ديك القصة ديال ديك السيدة اللي ألقي عليها القبض في مدينة أكادير، اللي السيدة كتوفر على سيارة أودي وفيلا في الرباط، وكتمشي حتى لأكادير باش تمتهن التسول، لأن هذه فلوس كنقولوا لها باللغة ديالنا فلوس باردة. لازم أن يفتح نقاش يفتح، يشارك فيه عالم اجتماعي، يشارك فيه رجال الدين، يشارك فيه السياسيون، المجتمع المدني، لوضع القانونيون بالدرجة الأولى، لأن هذا التسول هو في المغرب أظن على حسب الفصل 333 إلى ما خدنيش الذاكرة، من خلال الفصل يتم تجريم هاد أشكال التسول، خصوصا التسول بادعاء الإعاقة. فهذا النوع ديال التسول هو مجرم في المغرب، لكن تفعيل وتنزيل مثل هذه القوانين على الواقع وغائب تماما. ربما يقال بأن ما عندناش الأماكن فين نعتقلوا بحال هاد الناس، لكن احنا لسنا في حاجة إلى اعتقالهم، وإنما يكون هناك زجر وغرامات مالية وتتبع لهاد الناس هادو، لأن المواطن العادي ليست له الإمكانية والوسيلة لتتبع ومعرفة واش هاد السيد كيستحق الصدقة ولا يستحقها، وهذا أمر خص الدولة تقوم به. أقول لماذا طرحت هذا الموضوع؟ لأن الموضوع أصبح مزعجا ومقلقا وخطيرا ويهدد حتى الأمن، لأنه ولينا كنتعرضوا للاستفزاز فيما يخص التسول. المتسولين في المقابر، المتسولين في أبواب المساجد، المتسولين في كل مكان قد يخطر لك على بال، في الباركينج، في المحلات، حتى في المحلات الراقية اللي كنا منذ وقت قريب لا نرى فيها المتسولين، ولكن كنلقاو فيها واحد الانواع اخرى ديال التسول والازعاج. نتكلم على مدينه الرباط باعتبارها المدينه اللي كان حاضر منها، كان شي اماكن بحال السويسي، بحال حريات، كان يغيب فيها هاد الصور، وانما اليوم ولات حاضره. هذا لا يعني باننا نحن ضد هاد الناس الذين يتسولون ويطلبون المساعده ابدا، وانما نحن ضد من يمتهن هاد التسول عوض أن يبحث عن شغل وعن عمل ويساهم في بناء الاقتصاد، ويدمر الاقتصاد وينتج لنا أجيالا مدمرة، خصوصا هؤلاء الذين يتسولون بالأطفال. استغرب أنا كنشوف أن أم جالسه أمين على الأرض اليوم كله، والسيارة تمر والتلوث، هذوك الطفلين راهما قنابل موقوتة في المستقبل. على الأقل يكون مراقبة ومساءلة هؤلاء الذين يتسولون بالأطفال، لأن هذا أمر أصبح خطير وخطير جدا. تسول لأنه أصبح محترفا احترافيا ويثير واحد القلق، خصوصا حينما تلاحظ بأن التطور عندنا اليوم كنعيشوا ما يعرف بالتسول الرقمي. يعني مابقاش عندنا داك التسول فقط بالطرق التقليدية أمام المساجد وفي المقابر وفي الأحياء الشعبية وفي الأسواق، وإنما أصبح عندنا تصور رقمي، يعني يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. وكلكم سمع بما حدث في واحد المنطقة في المغرب اسمها بن عدي، يعني في هذه المنطقة حسب بعض المصادر الصحفية هناك أزيد من 300 قناة ديال اليوتيوب تستعمل وتسخر للتسول، وهناك ملايير الدراهم يعني تضخ في هاد المدينة القرية. وكانت هناك قصتين يعني معروفتين
لمهاجرتين مغربيتين، الوحده تبرعت ب 14 مليون ذهبا، الحاله من الحالات التي كانت تعرض على احدى القنوات، وفي مهاجره اخرى يعني التبرعات ديالها جاوزت 50 مليون. يعني هذه امور غريبة وغريبة جدا، لماذا السلطات الأمنية لا تنتبه لهذا الأمر ولا تعيره أي اهتمام وتترك هؤلاء الناس؟ واش هذا نوع من أنواع تسريف الأزمات؟ يعني نخليهم صافي مادام ما كيديروا نفس الصداع، خليهم يسعوا ليدبر راسهم، ما كيطلبوا منا والو، خليهم يديروا اللي بغاو. يعني هذا منطق عنده واحد تبعات مستقبلية. أظن أننا اليوم نحن في حاجة إلى جانب ما يعرف بالشرطة السياحية، احنا في حاجه الى شرطه ديال محاربه هذه ظواهر التسول. اوكي، البعض غادي يقول انت كتدير غير تشخيص الظاهره ولا تعطينا اي حل، هذوك الناس ما عندهمش، وازمات اجتماعيه، وربما امراه توفى لها زوجها، وربما. لهذا اقول هنا بان الدوله يجب ان تتدخل، أن تقوم ببحوث اجتماعية، من ضبط يتسول يجب أن يتم معه التحقيق، وهذا التحقيق قد يفضي هل هو في حاجة إلى التسول أم لا. إذا كانت ظروفه الاجتماعية صعبة فتمنح له مثلا بطاقة أو رخصة تيسر له التسول في أوقات معينة من اليوم وفي أماكن معينة وبشروط معينة دون أن يزعج أحد، لأن مثل هذه الظاهرة، وهنا سأقارب هنا في أوروبا، هناك مظاهر التسول، هناك متسولون حتى في ألمانيا، هنا ربما الكثير لا يعلمون بأن ألمانيا أيضا فيها متسول، لكن التسول مقنن وبرخصة، ويجب أن تقف في أماكن معينة، وألا يعني أنك ماشي بدأت تجري ولا عباد الله وبدأت تجر لهم في حوايجهم، ولا تدخل المقاهي وما كيتغدى ولا كيتعشى وتوقف لي عند راسه وتقول له الله يرحم الوالدين، يعني بدون أن تخلف إزعاجا للآخرين ودون أن تؤثر على المظاهر على النشاط الاقتصادي، لأن في نهاية المطاف احنا مجتمع مغربي كنعيش بالتكامل. إلى هذاك السائح ولا هذاك المواطن ما بقاش كيرتاح في واحد المطعم، أرى ذاك المطعم كتكون هذا سبب من أسباب أنك تغلق باب الرزق على صاحب المطعم وعلى العمال، وبطبيعة الحال ليس فقط العمال وإنما حتى ذوك الأسر اللي وراءهم. فلهذا هذه ظاهرة اجتماعية خطيرة. احنا كمغاربة بوازعنا الديني دائما نسعى إلى المنح والمساعدة، ولكن هذا الوازع الديني يستغل من قد أسميهم بمافيات، مافيات التسول. لأن اليوم كتلاحظ بأن هذه مافيات التسول ماشي موجودين في المغرب، موجود أين في أوروبا. هنا في ألمانيا نعاني من مافيات التسول اللي كتجي من رومانيا وكتجي من بلغاريا، يعني جيوش ديال المتسولين كيجوا ألمانيا كيمارسوا التسول، لكن الدولة يقظة وتقف لهم بالمرصاد ولا تتركهم يعني يعبثون بالاقتصاد وبالحياة الأمن الاجتماعي المغربي. الغريب أن احنا هذه الظاهرة مخلينها تسيء إلى صورة المغرب وحتى السائح. هناك أنا نحكي لك كم واحد القصة ديال واحد السائح ألماني بسبب التسول مدة 30 سنة لم يعد إلى مراكش. واحد صديق ألماني تواصلت معه والتقيته في برلين وتكلمنا على المغرب وعرفني مغربي وبقى متحفظ أن يعطي الرأي دياله على المغرب، لكن فيما بعد تطورت العلاقة فيما بيننا ولات الأمور يعني فيها واحد نوع من الثقة. فصرح لي قال لي أنا أقول لك واحد الأمر، أنا عشته وبقى مرافقني لسنوات وإلى اليوم عن المغرب، كل ما كتذكر المغرب كل ما أتذكر هذا الأمر. قلت له شنو ماذا حدث؟ قال لي كنت في مراكش بداية الثمانينات، تصوروا معي بداية الثمانينات مشيت لمراكش سائح، وقال لي واحد المتسول قال له اعطيني يعني عاوني، قال لي ما جاوبتوش وبقى تابعوا يعني المسافة طويلة لغاية ما دخل الفندق دياله، وهو توقع كان كي يتوقع في هذه اللحظة في هذه اللحظة في أي وقت قد يتعرض للاعتداء،
وتصوروا هذه المسافة كيف عاش هذا الإنسان بالخوف وبالقلق، وكي أول مرة كيزور واحد المجتمع لا يعرفه، وهذا السيد تابعه الطريق كله. من ذاك اليوم قال لي غيرت الوجهة ولم أعد أرتاح أن أزور هذا البلد. حاولنا يعني نقنعوه ونغيروا له الصورة دياله، ولكن كنت دائما أقول في قرارة نفسي، هذا الشيء كان في بداية الثمانينات، لو زرتي مراكش اليوم وزرتي المغرب اليوم غادي تشوف يعني هذا الأمر أين وصل. هذا مشكل يجب التعامل معه بسرعة، لأننا اليوم كنسمعوا كما أسلفت أن هذا التسول أصبح متطورا، وهناك بعض الجهات اللي بدأت كتطرحه في إطار ما يعرف بالإحسان العمومي. هذا الإحسان العمومي اللي ولا أي واحد كيحل القناة وكيبدا يجمع الفلوس، هذيك الفلوس إلى أي جهة كتمشي؟ أظن أن المحتاجين معظمهم لا يستفيدون من هذا الأمر. هذا الدولة خصها تراقب هذا الشيء، هذا تراقبه لمصلحة البلد أولا، لمصلحة الصورة ديال المغاربة، ومصلحة حتى المغاربة اللي تصدقوا أو اللي كيساعدوا. هذه ليست دعوة لإيقاف المساعدة، وإنما حتى احنا مواطنين خص يكون عندنا واحد الجانب ديال المسؤولية، خص نساهموا في محاربة هذه الظاهرة، ماشي فقط الجهات الرسمية. ماشي أي واحد جا قال لك أعطيني تعطيه، خص الإنسان. أظن احنا كلنا لو نبحثوا غير في الجوار غادي نلقاو الناس كيستحقوا المساعدة، لكن الأنفة وعزة النفس تمنعهم من السؤال. كنعرفوا حنا القول المشهور هو الصدقة في المقربين أولى. الإنسان ما كنظنش أن احنا في العائلة ديالنا سواء القريبة أو البعيدة ليس هناك شخص لا يستحق هذه المساعدة. نحاول نعطي المساعدة لهذا الناس، وماشي نبقى نفرقوا الدراهم في الزناقي، لأن اللي كيخرج يتسول في الشارع هما معظمهم ناس غير محتاجون ويمتهنون هذا الأمر. وهناك حكايات وقصص كثيرة سمعناها وعشناها عن هؤلاء المحتالون اللي كيحاولوا باسم الدين وباسم الاستعطاف لحالات معينة تستحق فعلا المساعدة، كيحاولوا يجمعوا الأموال الباردة. لأن كتشوف دابا، وهذا سمعتها شخصيا مرارا وتكرارا، أن الشاب يقول لك أنا كنخرج نضرب دورة، كنعس مع راسي حتى لحد وحدة النهار جوج النهار، خرج يضرب دورة كيجمع 200 درهم أو جاب النهار ديالو. عاد نمشي ندير أنا البني، نمشي نبني أنا ب 70 درهم النهار كامل. هذا هو للأسف هذه الثقافة الخطيرة. نحن نساهم ونساعد على انتشارها. لما جيت أول مرة هنا لألمانيا كنت كنشوف الألمان، وهذه من الملاحظات، أن ملي كيكون متسول كيدوزو قدامو شنو نقول لك العشرات، ولا أحد كيعطيه شي حاجة، بل كتسمع بعض الجمل والعبارات سير تخدم، يا سير تخدم سير تخدم. ومني تسول علاش ما كتساعدوش يقول لك علاش غادي نساعدو، هو جالس وانا خدام. يعني الناس كيكون عندهم واحد الوعي، واحد الوعي يعني محاربة مثل هذه الظواهر. هذه الوعي يغيب في احيان كثيره، لان احنا الشعب يعني في معظمه شعب عطوف ورحيم، وكيغلبوا الوازيع الديني، ولكن هؤلاء يستغلون هذا الوازيع الديني من اجل يعني السطو على ما في جيوب المواطنين. كتلقى انسان عادي مسكين خدام باليوميه ديالو كيصدق لان الوازع الديني يغلبوه، ولكن مع هؤلاء يجب ان نفكر بالعقل وليس بالعاطفه. هناك مظاهر للاسف كتشوف شاب في العشرينات وسط المقبره يتسول وكيبدا يجري فوق القبوره، هذا لا يستحق. انسان لا يحترم حتى حرمه المقابر، فكيف لك ان تساعده؟ هذا أمر هاد الناس في المجتمعات الأوروبية تعاملوا معه بصرامة، قننوه، نظموه، أعيد من يستحق. يجب أن تكون هناك بطائق ورخص خاصة بهؤلاء، وأن تجرى بحوث اجتماعية لمعرفة هل يستحقون
أو لا يستحقون، والذين يمارسون هذا التسول كنوع من الاحتيال على المواطنين يجب أن يعاقبون عقابا شديدا بغرامات مالية. احنا ما نتكلموش على السجون أو العقوبات السجنية، لأن يقال بأن السجون مكتدة، ممكن يكون هذا السجون في حالات التكرار لمرتين أو ثلاث أو أربع. يجب أن المشرع أن يشتغل في هذا الأمر وأن يوقف هذا الاستنزاف، هذا الاستنزاف الأخلاقي والاجتماعي وحتى الاقتصادي للبلد، لأن هؤلاء بحالهم بحال اللي كنسميهم الكونتربوند. كنا نحارب ذاك التجارة غير الشرعية لأن قلنا تضر بالاقتصاد المغربي. التسول يضر بالاقتصاد المغربي ويضر بطريقة أخطر، زائد أنه يضر بالسياحة ويضر بالاقتصاد. هذا المستثمر اللي غادي يجي للمغرب مثلا، أول ما ينزل في واحد البلد يشوف كأن الشعب كله يتسول. هذه هي الصورة الأولى. أظن كما أسلفت، الناس اللي كيعيشوا في الخارج هما اللي كيجيو كيشوفوا هذه المناظر تصاب بالصدمة. تجلس في القهوة ما يمكنش، أنا شخصيا منعت على نفسي أنني يعني نجلس في شي قهوة أو ناكل في شي قهوة مع الزوجة والأطفال، لأن لا أرتاح. هذيك الصور لا، يعني الإنسان راه إنسان، جالس كتاكل طلبتي شي حاجة، كيجي عندك طفل عنده 4 سنين 5 سنين كيقول لك عافاك راه فيه الجوع، يعني خلاص أفسد الأمر، يعني الخرجة بحال قلتي ضربات لك في الزيرو. شكرا على المتابعة، وأتمنى أن يصل هذا الفيديو لمن يهمه الأمر. نحن فقط ندق ناقوس الخطر ونشير لبعض الإشكاليات الاجتماعية. لا ندعي أننا نقدم الحلول، وإنما نساهم في تقديم بعض الحلول، أو على أضعف الإيمان نساهم في إطارة النقاش مرة أخرى حول هذا الموضوع المسكوت عنه. والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.